السلام عليكم. الدرس ديال اليوم المعادلات لي زيكواسيون. قبل ما نبدا الدرس ديال لي زيكواسيون خصني نعاود نذكر لان هادو مهمين الاشارات لي سين في الجداء ديالهم، يعني نيجاتيف ملتيبلي باغ نيجاتيف شنو تيعطيني؟ بوزيتيف يعني موجب، سالب ضرب سالب كيعطيني موجب، موجب ضرب موجب كيعطيني سالب، سالب ضرب موجب كيعطيني سالب، موجب ضرب سالب كيعطيني سالب. الا كتلاحظوا باش تعقلوا وتجيكم سهله، فيما تيكون عندي نفس الاشاره كيكون عندي موجب، اشاره مختلفه كيكون عندي سالب. نعاود، نفس الاشاره كيكون عندي موجب، لاحظوا سالب سالب موجب موجب، اذا بجوجهم تيعطيوني موجب، اشاره مختلفه كيعطيني سالب. هذا تيكون عندي في الجداء وحتى في القسمه، في الجداء وفي القسمه. اما الزائد والناقص يعني الجمع والطرح غتلقاوه في الفيديو اللي سبق ودرسوه على الاعداد السالبه والموجبه لي نوم غولاتيف، في الفيديو اللي قبل من هذا. اذا عندي في الجداء يعني في لا ميجيبليكاسيون في فراكسيون يعني الجداء والقسمه ضروري نحفظوا هذا، ما حفظناهمش ما غتعرفوش تخدموا المعادلات ديالكم، ضروري تحفظوا لي داكوغ. نبداو ان شاء الله. الوغ شنو هي المعادله؟ المعادله هي واحد المتساويه، متساويه يعني عندها جوج ديال الاجزاء، واحد على اليمين وواحد على اليسار وبيناتهم تساوي، كيكون فيها مجهول واحد او عده مجاهيل يعني انكونو. يعني شنو هو واحد المجهول؟ مثلا اكس ولا ا ولا بي ولا ايغريك، كيف ما بغى يكون هاد لا ليتغ هادي كنديروها بالفرنسيه. الوغ كيف ما بغى يكون هاد تكون هاد لا ليتغ هادي، شنو هي؟ هي كتعوض ليا واحد الرقم انا ما عارفوش ولا واحد العدد انا ما عارفوش، خصني نبحث عليه، خصني نبحث على هذاك الرقم. مثلا اكس تقدر تكون 3، تقدر تكون 2، تقدر تكون 4، تقدر تكون 5، من بعد حنا خصنا نلقاوها داكوغ. يعني ماشي شي حاجه يعني خياليه، راه مجرد رقم خصنا حنا نبحثوا عليه، واحد العدد خصنا حنا نبحثوا عليه، وهذاك المجهول من كنلقاوه شحال كيساوي كنسميوه هذاك هو حل المعادله. يعني المعادله كلها كانت خاصنا غير هذاك باش كتعرف تكمل لنا المتساويه. كيفاش تنديروا له؟ اذا عندنا المتساويه عندها جوج ديال الجوانب، عندها من هنا وتساوي وعندها من له. اول قاعده خصكم تحفظوها، اي رقم حولته من جهه لجهه واحده اخرى كنبدلوا ليه الاشاره، كنبدلوا ليه الاشاره. كانت عنده سالبه كترجع موجبه، كانت عنده موجبه ديتها للجهه الاخرى كترجع ليه سالبه. ما حركتوش من الجانب اللي كان فيه هو كنخلي ليه الاشاره ديالو. نعاود، اي عدد عندي من هذا الجانب مثلا ديته للجانب الاخر كان موجب نرجعو سالب، كان سالب نرجعو موجب، ضروري نغير ليه الاشاره. خليته في المكان ديالو ما قصتوش، اذا كنخلي ليه الاشاره ديالو. مثلا المعادله كتكون عندي على هذا الشكل، هذا واحد كيف قلت لكم واحد متساويه عندها واحد الجانبان، 2 زائد اكس هذا هو المجهول اللي خصنا نبحثوا عليه نلقاوه، 2 زائد اكس كتساوي 5. انا شنو خصني ندير؟ اولا خصني نعزل الاعداد اللي فيها المجاهيل على مثلا على اليسار، والارقام اللي عندي معلومه يعني عارفها كنديها للجانب الاخر. اكس ما غنحولهاش، غنخليها في بلاصتها، ما غنغيرش لها الاشاره، عندها موجبه تساوي 5. كيف قلت لكم ما عندي حتى شي اشاره معناها راها موجبه، ما نحتاجوش نكتبوها، سبق وشرحتها 5 تساوي زائد 5، سبق وشرحتها في الفيديو اللي قبل. الوغ 5 ما حركتهاش من المكان ديالها، كنخليها 5، كنخلي الاشاره ديالها. 2 ما قدامها والو معناها راها موجبه، غنحولها للجانب الاخر، يعني كانت فهاد على اليسار غنديها انا على اليمين، خصني ضروري نحول ليها الاشاره ديالها، كانت موجبه ترجع سالبه كيف قلت، ما رجعتهاش سالبه خليت ليها الاشاره كيف ما هي خطا. اذا اكس كتساوي ليا 5 ناقص 2 غتعطيني 3. حل المعادله اللي عندي ديال هذا هي 3. باش كنعرفوها نراجعوا نديروا التعويض، التعويض غتكونوا درتوه بزاف ديال التمارين. التعويض غندير 2 باينه واضحه، 2 زائد شنو لقيت اكس كتساوي ليا هي 3، واش شحال غتساوي ليا؟ 2 زائد 3 هي هاد 5 هادي اللي حنا خدامين عليها. داكشي علاش قلت لكم من الاول بان هاد المجهول راه مجرد واحد الرقم واحد العدد اللي حنا خصنا نلقاوه ونعرفوه شحال كيساوي.
غندير دابا تمارين مخوضه من مقررات ديالكم ان شاء الله. في النهايه ديال كل تمارين غنعطيكم الصفحه والرقم ديال التمرين اللي خديت منه مثال باش ننوع عليكم وتفهموا كيفاش نخدموا هاد المعادلات. تمرين اخر بالسالب، غنعطيكم مثال من كل نوع باش تجيكم ساهل، باش تجيكم ساهل. اكس شنو درت؟ سالب غنخليه كيف ما هو، ما حركتوش من المكان ديالو. ناقص 3 غنديها للجانب الاخر، كانت هنا على اليسار غنديها اليمين، نغير لها الاشاره غترجع ليا زائد 3. اكس كتساوي كيف سبق وقلت، كنشد من تيكونوا عندي اشارات مختلفين كندير الطرح ديالهم. 7 ناقص 3 كتعطيني 4، وكنخلي الاشاره هي الاخر من كنشوف شكون فيهم الاكبر، واش 7 ولا 3. 7 هي اكبر، هي اللي كتاخذ الاشاره. اذا حل لهذه المعادله هو اكس كتساوي ليا ناقص 4. الى عوضتها كيف سبق وقلت، الى عوضت ناقص 4 ناقص 3 غتعطيني ناقص 7. تمرين اخر، قبيله كنت كنعطيكم اكس ما معها حتى شي رقم، دابا اكس معها 2. نفس العمليه، 2 اكس كتساوي 5، ما حركتهاش نخليها، غنديها للجانب الاخر غترجع ليا موجبه. 2 اكس غتساوي ليا كنجمعهم 8، كنمشي معكم وحده وحده اما نجمعها. هنا خصني نخلي غير اكس بوحديتها، اكس شنو كتساوي ليا؟ 8 على 2. منين جبت هاد 8 على 2 طبقت القاعده ديال ا ضرب بي تساوي سي، ا تساوي سي على بي، ا ضرب بي كتساوي سي. ا الا بغيت غير ا بوحديتها كندير الجهه الاخرى على العدد اللي كيكون ملاصق ليا مع اللي بغيتو انا، سي على بي. داكوغ، كتبوها عندكم وحفظوها. هنا غندير الاختزال، راه سبق ودرت الدرس ديال الاختزال. اكس كتساوي ليا 4، 8 قابلة للقسمة على 4 على 2، هنا قسمت على 2 ونعاودها نذكر بها. إذا 8 قسمة 2 غتعطيني 4، وهذا 4 على يعني 4 على 1 هي 4. إذا 6 اكس باغون اكس تساوي 4، إذا هي الحل ديال هاد المعادلة. تمرين آخر، هاد التمرين هذا مخوض من أونيفار بلوس ديال بخوميييغ أني، لا إكزارسيس نيميرو 21 باج 125. داكوغ، تا لخر نكتبها لكم باش منعمروش السبورة قبل ما نكمل. ألوغ، نفس المسألة، العملية الأخيرة اللي قلت لكم، القاعدة الأخيرة اللي قلت لكم، أنا بغيت إكس شنو غادي ندير؟ ناخد هذا نقسمو على هذا، يعني ناقص 1 على 15 على ناقص 2 على 5. كسبق وشرحت في الاول سالب قسمه سالب شنو غادي يعطيني؟ يعطيني موجب. نفس الاشاره اذا غتعطيني موجب. ها علاش قلت لكم هذاك الاولاني ضروري خصكم تحفظوه. اذا صافي كنحيدو، تنحتاج هذا اكس كتساوي ليا، وكندير العمليه ديال الكسور بكل بساطه. 1 على 15 كنضربها في مقلوب الكسر اللي عندي في الاسفل، هي ضرب 5 على 2. اكس تساوي بسط في البسط 5، المقام في المقام 30، وكنختزل ب 5 كتعطيني 1 على شحال؟ 6. شنو العدد اللي ضربته في 5 تعطيني 30؟ هو 6. داكوغ، هذا التمرين هذا عندكم اكزيرسيس 21 باج 125 اونيفار، اونيفار بلوس بروميييغ اني. داكوغ، تمرين اخر، ناقص 1 على 2 زائد 5 كتساوي ليا ناقص 4. نفس العمليه، ا هو المجهول، ا هو الانكونو اللي عندي. كيف قلت لكم يقدر يكون ا اكس ايغريك بي ام، يكون كيف ما بغى يكون، مهم واحد المجهول اون لتر كتحط لي. الوغ انا ما تيهمنيش تبدل ليا اكس ندوخ، لا كيف ما داكشي غيرت، كيف ما كان لا لتر اللي عندي، كيف ما كان المجهول كنحافظ عليه نخدمه عادي. هي ناقص ا على 2، كيف قلت كنديها الجانب الاخر ناقص 4، كنخليها كيف ما هي ما حركتهاش، زائد غترجع ليا ناقص. داكوغ، ناقص ا
على زوج كتساوي ناقص تسعة. ألوغ كيفاش غنخرجها؟ المسألة ديال سيزو، يعني القاعدة ديال سيزو، أ على بي تساوي سي على دي. كنضرب هذا في هذا وهذا في هذا. أ دي إيكال بي سي، يعني هنا الضرب داكوغ. أ دي بي سي داكوغ، كتبوها عندكم وعقلوا عليها. يعني السيزو ولا المقص ولا كوازي، كل واحد كيبغي غير يسميها. الو هنا أ غنضربها في المقام ديال هادي اللي هو واحد ناقص. كيف قبل باش نسهل، مي تيكونوا عندي اشاره سالبه واشاره سالبه، وعندي غير رقم واحد هنا والرقم هنا، صافي كيرجعوا ليا بجوجهم موجبين. علاش؟ حيت كنضرب هنا ناقص واحد وهنا تنضرب ناقص واحد باش كنحيد هاد الاشارات هادو. من بعد غنوصلوا لهاد المساله هذه غير باش نختزل من الاول. الوغ ا كيف قلت نضربها في واحد، ا في واحد هي واحد، اثنان ضرب تسعة على حساب هاد القاعده اللي قلت لكم دابا ديال السيزو. وكيف قلت السالب والسالب صافي كيرجع ليا موجب، داكشي اش درتها لكم من الاول. اذا ا ايغال 18، ا تساوي 8 10، مفهوم؟ واحدة أخرى، أبروبو هاد التمرين هذا، هاد إكزارسيس، إكزارسيس 23، باج توجور 125 من أونيفار بلوس، بخوميييغ أني، داكوغ، الماجي غيكون ديال دوزيام أني. دونك هنا عندي الإكس، وهنا عندي الإكس، يعني هنا عندي لانكونو، وهنا عندي لانكونو، أجي نرجعوهم حنا إكغيك، كومسا باش تولفو تشوفوهم خالفين إكغيك. يبقى دائما عندكم في عقلكم بان سي جوست واحد لانكونو كيف ما بغى يكون. الوغ شو تندير؟ تنجمع لي زانكونو بوحديتهم، وكنجمع الاعداد يعني لي نومبر غولاتيف ولا لي نومبر هذا اللي عندي بوحديتهم. داكوغ 5 إكغيك، باردون 5 إكغيك، كنجيب 8 إكغيك لهاد الجي، دوزتها لهاد الجي هي موجبة غترجع ليا سالبة، ناقص 8 إكغيك يعني 8 إكغيك. داكوغ كيف قلت ديتو من هاد الجي لهاد الجي نبدل الاشاره، ديتها من هاد الجي لهاد الجي نبدل الاشاره، كنكرر وكنعاود نكرر. هادي ما زولتهاش من بلاصه ناقص 4، هادي غنديها للجهه الاخرى زائد 2. واضح؟ تنعمل بايغريك، شنو عندي هنا ايغريك وعندي هنا ايغريك، تنعمل بايغريك. كنفتح القوس لانه هو العامل المشترك بيناتهم، كنفتح القوس 5 ناقص 8 تساوي ناقص 4 زائد 2 كيف سبق وقلت، كندير الفرق ديالهم 4 ناقص 2 كتعطيني 2، شكون هو اللي كبير فيهم 4 دونك هو اللي كياخذ الاشاره ناقص 2. 5 ناقص 8 نفس العمليه، 8 ناقص 5 كتعطيني 3، شكون اللي كبر فيهم هو 8، اذا كتاخذ الاشاره ديالو 3 إكغيك ناقص 2. دائما المجهول تيكون هو الثاني، تيكون الرقم في الاول والمجهول تيكون هو اللي كيواليه، يعني هو الثاني. سبق وقلتها دابا، سالب سالب كيرجع ليا موجب، إكغيك كتساوي 2 على 3 اللي شرحت قبيله في التمرين اللي قبل. داكوغ كناخد هذا كنقسمو على اللي مع المجهول. اذا حل هاد المعادله هو إكغيك كتساوي ليا 2 على 3. هاد التمرين هذا مخوض اكزرسيس 2 باج 136 من المفيد، المفيد دوزيام اني. داكوغ كنتمنى يكون مفهوم، وغنزيد فيديوهات ان شاء الله وحدين اخرين بتمارين وحدين اخرين كيسبق وشرحت في الفيديو الاولاني، من مخوض من المقررات ديالكم ديال سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه، فيهم كل مره ناخذ بحال هذا الشكل هذا مثال باش تعرفوا تخدموا عليه نتوما الامثله التمارين الاخرى. كل مره غناخذ من المقرر ان شاء الله مع الفيديوهات الماجين باذن الله. بالتوفيق.